صار وقت ينضم لنا نبيل صلحاني رئيس قسم التدريب بالدفاع المدني. رح حطنا بأرقام اللي عمليات اللي قاموا فيها بخلال 24 ساعة الماضية. صباح الخير. بونجور، صباح النور، يعطيكم العافية. ميرسي، وانتو كمان تفضل. تفضل. بالنسبة للعمليات اللي قامت فيها العناصر المدنية العامة للدفاع المدني، كان في 65 مهمة لأطفاء الحرايق. طبعا هو المختلف في المناطق اللبنانية، وأغلبيتها كانت حرايق أعشاب وأحراج، وكان من ضمنها في حرايق بالنفايات، كهرباء ومولدات كهرباء وبيوت وسيارات. كما كان في مهمتين للإنقاذ و 13 مهمة للإسعاف للتدخل بحوادث السير ونقل المرضى، مهمتين للسلامة العامة. يعني ما كان مجموع 82 مهمة بال 24 ساعة اللي مرقت، أكيد دائما بالإضافة للمهمات المستمرة ضمن مرفق بيروت. نعم، نذكر رقم الطوارئ 125 للدفاع المدني كمان موجود لتلقي أي طلب للمساعدة، يلي ان شاء الله ما حدا يعوز. ان شاء الله. شكرا لكم. شكرا لك ولكل عناصر الدفاع المدني.